ينتظر هذا الخبير في الفلاحة والمستثمر منذ 17 يناير كانون الثاني الماضي موعد أول تجربة زراعة السلجم الزيتي في الجزائر، ونحن على بعد أسابيع قليلة لانطلاق موسم الحصاد بمنطقة عينزال جنوب ولاية سطيف شرقي الجزائر، وتنبؤات بإنتاج وفير وناجح فاق كل التوقعات بعدما توحدت الجهود والخبرات لتوفير الظروف اللازمة لنجاح مثل هذه الزراعة. زراعة السلجم الزيتي هذه زرعناها يوم 17 جانفي، راهي ناجحة الله يبارك، يعني 100%. ممكن إذا كتب ربي إن شاء الله رانا عندنا موعد باش نحصدوها يوم 19 جوان، تكون إن شاء الله إذا كتب ربي المردود تاعها يكون، يعني أنا متوقعين يكون أكثر من 20 قنطار، أكثر من 20 قنطار، 3 هكتارات من السلجم الزيتي زرعوا سقيناها بالسقي التكميلي، والحمد لله اليوم راهي عطاتنا نتائج جد مرضيه. مؤخرا في 17 جانفي، من المفروض تزرع في اكتوبر من 15 حتى نوفمبر، 1 نوفمبر هناك راح تعطينا مردود اكثر من هذا، واليوم رانا هذا المردود هذا رانا راضيين به، يعني 20 قنطار ولا 25 قنطار في الهكتار غير ربي، يعني يتطلب مواد عضوية خاصة، مواد عضوية اسمها الغبار مخلفات للحيوانات، ونزيدوا لها لزونغري المواد الكيميائية والمتابعة على الحشائش، وراح تعطينا ان شاء الله لك تربي منتوج وفير، يعني ما شاء الله. صلحت لنا في ولد سوف، صلحت لنا في بسكرة، صلحت لنا في سطيف جنوب وسطيف شمال، وصلحت لنا في قلمة، صلحت في سكيكدا، صلحت في، يعني الله يبارك في الجزائر كاملة، ولكن كل بلاصة وقتها اللي تزرع فيه برك هذا مكان، وعطت لنا نتيجة الله يبارك ما شاء الله.